ومش هتقول التغيير الجاي هينتهي لخير ولا مش خير. هي مش هتحسبها، هي هتطق، هي هتنفجر في الشارع. خناقه وجان فورد، خناقه على قهوه، اي شراره ممكن تشعل النيران. ممكن نفاجئ في لحظه، انا ما اعرفش اللحظه دي امتى. اللحظه دي ممكن تبقى بكره، ممكن تبقى بعد اسبوع، ممكن تبقى بعد شهر، بس قد يحدث انفجار محدش يعرف يلمه. وساعتها هيبقى الانفجار ده كان سببه ايه؟ كان سببه استمرار النظام الراهن، استمرار التردي، استمرار المشاكل اللي بتزيد ومحدش بيحلها. فانا بقول الحل قدامنا، الحل في ايدينا، ان احنا نختار طريق للتغيير الامن السلمي الديمقراطي. انتخاب فريق زهران كرئيس الجمهوريه مش معناه انتخاب شخص هيثأر او ينتقم من النظام السابق. المساله مش قضيه ثأر او قضيه انتقام، مش قضيه مين هيحاسب مين. المساله مساله تغيير، ان احنا عايزين النظام الراهن ده بسواقاته بسياساته اللي وصلتنا لما وصلنا اليه نغيره للافضل، نغيره في اتجاه عداله اجتماعيه، نغيره في اتجاه حريات. مش معقول يبقى الناس، الاعلام في العالم كله بيتكلم عن قضيه فلسطينيه وعن غزه بما فيها الاعلام المصري، ويتقال للناس انزلوا ادعموا القضيه الفلسطينيه، فينزل الشباب يتظاهروا عشان خاطر فلسطين فيتقبض عليهم. مش معقول، ده مش نظام عاقل، ده مش نظام بيدفع الامور في اتجاه الاستقرار او في اتجاه الامن، ده بيدفع الامور في اتجاه الانفجار. ولذلك مرة تانية أنا بقول التغيير الآمن السلمي الديمقراطي الإصلاحي التدريجي اللي ممكن يتم بصورة ما تهددش استقرار البلد دي هو التغيير من خلال صندوق الانتخاب ومن خلال انتخابات رئاسة الجمهورية. وأنا مش طارح نفسي في عداء مع مؤسسات الدولة، أنا جزء من الدولة، أنا رئيس حزب سياسي، أنا شخص مسؤول، والناس اللي قاعدة دي ناس مسؤولة، واحنا عندنا نواب وعندنا ناس مسؤوله في الحزب ده وفي البلد دي. احنا مش دعاة فوضى ومش دعاة عدم استقرار، بالعكس احنا دعاة تغيير امن وسلمي وديمقراطي، بكررها كتير. وبالتالي انا ايدي ممدوده، ايدي مش ممدوده بس للناس اللي قدامي دلوقتي عشان نعمل التغيير ده، لا، انا ايدي ممدوده حتى لدوائر داخل النظام حاسه بالخطر. انا عايز اقول لكم بصراحه من الاخر، وكل من لديه قدر من الذكاء ممكن يدرك ده، ان حتى في ناس جوه النظام الحاكم نفسه مستفيده من النظام الحاكم نفسه، عامله ثروات من النظام الحاكم نفسه، خايفه من استمرار الوضع الراهن، لانها شايفه ان استمرار الوضع الراهن قد يفضي الى انفجار، قد يؤدي الى انفجار ما يعرفوش يلموه. وبالتالي الحزبه الذكيه بتقول تغيير امن وسلمي افضل من ان تصل الامور للانفجار. انا ايدي ممدوده للناس دي، انا بقول للناس دي، بقول للناس اللي مع التغيير داخل النظام، بقول لهم انا ايدي ممدوده ليكم، انا ايدي ممدوده للجيش، انا ايدي ممدوده لمؤسسات الدوله كلها. انا مش في عداء ولا في خصومه مع مؤسسات الدوله على الاطلاق. ومهم قوي كمان اشير للجمله المهمه اللي قالها الدكتور محمد طه عليه في كلمته، احنا في اخطار تهدد الامن القومي المصري، صح. بيحدث في غزه، هو بيحصل في قلب القاهره بالنسبه لي انا، وبيحصل في قلب القاهره. كل الاعتداء الوحشي على غزه النهارده يتهددنا لدرجه ان انا بقول اكنه يحدث في القاهره، تمام كده؟ لكن هل ده معناه ان مصر بحاجه الى رئيس عسكري؟ الاجابه لا، لانه انا مش مرشح نفسي وزير دفاع، على فكره انا مرشح نفسي رئيس جمهوريه. انا مش مرشح نفسي لوزير دفاع، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مش وزير دفاع، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه، وانتخب بصفته سياسي عشان يقوم بدور رئيس جمهوريه، ولديه وزاره اسمها وزاره الدفاع، فيها عسكريين مسؤولين عن حمايه البلد، وهذا هذه المؤسسه العسكريه، هذا الجيش المصري الذي نعتز به جميعا، والذي نرى انه لا قوة لمصر بدون ما يبقى فيه جيش قوي، هذا الجيش اضعف. انا اسف اني بقول ان هذا الجيش اضعف، اضعف بايه؟ بانه كل بمهام مش من مهامه. مين المسؤول عن ان يكلف الجيش المصري بمهام مش مهامه؟ مين مسؤول؟ مين يتحاسب على ده؟ قدام التاريخ. مصر بدون جيش قوي بلد ضعيف. مصر بدون اقتصاد قوي بلد ضعيف.
لو كنا في اوضاع مختلفه ما كانت اسرائيل تجرؤ على ان تقوم ما تقوم به الان. ولذلك انا بقول بشكل واضح، انا مش ايدي ممدوده للناس الغلابه بس اللي عايزه تغيير عشان عايزه تحسن لقمه عيشها وتحسن مستوى معيشتها، لا، انا ايدي ممدوده لكل الناس اللي عايزه تغيير حفظا على الامن والاستقرار، وحفظا على ان البلد دي ما تنفجرش وما تنهارش. لان انا بقول لكل اللي بقعد معاهم سواء من داخل دوائر الحكم او من خارج دوائر الحكم، محدش عارف احنا بيننا وبين هذا الانفجار قد ايه. احنا كنا بنقول الكلام ده قبل 2011، ما كانش الناس بتصدقنا، كان في دوائر في الحكم بتكذبنا، كان بتنكر، كان بتقول لا الدنيا بخير وتمام وكله. النهارده انا بقول لهم لا، الدنيا مش بخير، المستوى ده من الافقار، المستوى ده من الفقر اللي وصل له الناس، المستوى ده من تدهور. 65% من الشعب المصري يبقى ما بين فقراء وما بين تحت خط الفقر، يرضي مين ده؟ شباب مصريين يركبوا مراكب وينطوا في البحر عشان يروحوا يعيشوا في بلاد اوروبيه كان بيجن منها ناس لغايه وقت قريب، كان اليونانيين والايطاليين والناس دي بييجوا عشان يعيشوا في مصر ويشتغلوا في مصر وياكلوا عيش في مصر. النهارده هانت مصر لدرجه ان 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 الشباب مصري يستلف ويبيع الذهب والدته ويستدين بالفايت عشان يلم قرشين يركب مركب ينط في البحر وممكن يموت بنسبه 90%. وصلنا لده ازاي؟ ومين اللي وصلنا لده؟ وهل ده احنا مع استمراره؟ يعني اذا الناس شايفه ان الوضع الحالي كويس كمل. في ثلاث مرشحين تانيين بيقولوا ان الدنيا زي الفل وبخير والبصر ده كويس وهيوصلنا لنتائج افضل، انا معرفش ازاي. بس انا بقول بشكل واضح انت ماشي في طريق كل يوم بيتم باثبات انه طريق خاطئ. لازم تغير الطريق ده، لازم يحصل تغيير في اتجاه الاهتمام بالمواطن وهموم المواطن، وده لا يمكن يحصل من غير ما تشارك المواطن، المواطن المحروم من المشاركه. طب يعني انت بتقدم لي الموضوع على طريقه المشكله هنا وده الحل، انا عايز اقول لك لا، ده في للمشكله 10 حلول، بس انت ادي فرصه للناس تتكلم وانت هتلاقي المشكله الواحده ليها 10 حلول، انت ما بتعملش. انا مش عايز اطيل عليكم، احنا في مناسبه اجتماعيه مفروض انها مفرحه، احنا في عرس، احنا في فرح، وبالتالي يعني ايه مش عايز الموضوع يتقلب سياسه، وبالذات ان انا نبره كلامي يبدو عليها التشاؤم، انا ما كنتش فاهم الطبيعه على فكره، بس انا واضح ان بس انا عايز اقول لكم انه انا متفائل، بمعنى ان انا رايي ان المصريين مش هيحتملوا كتير، والمصريين هيختاروا انهم يعملوا تغيير امن وسلمي وديمقراطي، مش هيسيبوا البلد تتدهور اكتر من كده. كل سنه وانتم طيبين وكل افراحكم طيبين، ويعني شكرا لكم. هو طبعا كل الشكر، هو طبعا كل الشكر والتقدير لحضرتك على وضوحك اللي احنا متعودين عليه. حابب اقول لحضرتك يعني زي ما حضرتك تفضلت ووضحت الملامح الرئيسيه او الاشكاليات اللي احنا كلنا بنعاني منها، ولكن خليني زي ما الحال اغلب الناس اللي موجوده يمكن الضمانه الوحيده او الامانه الوحيده او الضمانه الوحيده اللي بتكفل للشعب المصري يعني نوعا من الاستقرار والامان هي وجود الجيش المصري اللي كلنا بنحترمه زي ما حضرتك تفضلت ووضحته. احنا بدون المؤسسه العسكريه لا شيء، وهيقول الامر زي ما قالوا في كثير من الدول المجاوره. في نقطه حد من الناس سالني عليها، وخلينا استغل وجود المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنه الصناعه في الحوار الوطني. احنا عندنا هنا بهاء بيه المنطقة الصناعية في كومشيم من أقدم المناطق الصناعية الموجودة في مصر بالكامل. في العديد من الإشكاليات، ويمكن أن سبق من أيام بسيطة بعد حضرتك الإشكاليات المتعلقة بالبنية التحتية الخاصة في المنطقة الصناعية في كومشيم. في إشكاليات بيعاني منها المستثمرين. منطقة صناعية كومشيم تحديدا تعتبر هي أكثر منطقة أهالي طنية مستفيدة منها. ليه؟ لأنها بتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالي وشباب طنية في مصانع مختلفة. في كتير جدا من المصانع دي
اتقفلت بسبب الحكم الاداري والروتين المتعارف عليه، علاوه على انه البنيه التحتيه في المنطقه الصناعيه بخمشين الصرف الصناعي وما الى ذلك بنعاني منها. فحابين نعرف من حضرتك بشكل مبسط اخر او بعض الامور اللي تطرق اليها الحوار الوطني فيما يخص لجنه الصناعه، وانا اسف للاطاله. اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سعيد جدا ان انا موجود النهارده مع بنتكم، وسعيد جدا بالناس اللي واقفه في الحر وعرقانه وبتصور وبتسال وبتتكلم. سعيد جدا بالوضع اللي انا فيه ديت، وبتمنى ربنا يوفق الاستاذ فريد ويوفق الناس المصري الديمقراطي ويوفق كل اهالي محافظه الفيوم وكل شعب مصر. طبعا الصناعه يا جماعه من اهم الموافد اللي ممكن تصنع اقتصاد قوي في مصر. للاسف الصناعه اصبحت عنوان نعلق عليه كلام حلو كتير جدا ما بنعملش منه حاجه خالص. ليه؟ هل ده عقم اداري؟ هل ده ضعف غير متعمد؟ هل ده تعمد لان الناس تفضل دايما تعبانه ودايما فقرانه ودايما بتلف وتدور علشان لقمه العيش اليوميه؟ هسيبكم انتم تجاوبوا، لان انتم زي ما انا شايف كده وزي ما وضح لي الاستاذ فريد ويعني عمل لنا ملخص جميل عن محافظه الفيوم، وزي ما الاستاذ بسام دايما بيكلمني، المحافظه عملت كل حاجه، بتزرع وبتصنع وبتعمل سياحه وبتوظف العمال وبتعمل حاجات كثيره، وبرضه محافظه الفيوم رقم 20 في معدل الفقر. فبنعمل ايه تاني؟ احنا كشعب مطلوب مننا نعمل ايه تاني؟ انتوا كمؤنس الفيوميه بتزرعوا وتحصدوا وتصنعوا وتربيه وانتاج حيواني وسياحه. يعني الفيوم نقص سياحي داخلي يمكن في المرتبه الثالثه الرابعه بعد السياحه الشاطئيه. طب هنعمل ايه تاني؟ الحقيقه احنا في الحوار الوطني، ووجود اصلا الحوار الوطني في حياتنا ده مؤشر من الجميع ان التغيير اصبح مطلوب، وان الناس اللي بتتكلم على طول دول ما عادش ينفع. احنا اثرنا كتير جدا المشاكل التي تاتي من التعقيدات الاداريه التي لا حصر لها، من الوعود التي لا تنفذ. وهديك مثال بسيط جدا، ان السيد الرئيس اطلق ما يسمى الحوافز الصناعيه من حوالي شهر ونص، واحال الى الحكومه بقى انها تشرعها. بقى لنا شهر ونص مش عارفين ايه هي الصناعات الاستراتيجيه اللي الرئيس قال هديها حوافز. احنا بنعرف ست صناعات بس، مش عايزين منهم حاجه تاني. ما لغايه النهارده ما حصلش. التعقيدات الاداريه، قله الاراضي، المرافق، ضعف العمال. العمال اساسا ما عندهم خلفيات تصلح للعمل بسبب ضعف التعليم. اصبت الحاجات ديت، وانا ازعم ان في كتير جدا من المبادرات والقرارات اللي بيحاول الحكومه والنظام يعملها نابعه من الحوار الوطني. فانا علشان يبقى اكثر فاعليه، انا اقترح الاستاذ بسام ان هو يدينا يعني يختار نماذج للصناعات اللي موجوده وناس معبره عن المصنعين العظام اللي بيكافحوا هنا في جوب اشيم، ونعمل لقاء استاذ بسام نتكلم بقى بالتفاصيل في ملف وبقوة ربنا وبنفسكم. الله المستعان، وربنا يوفقنا ان شاء الله. اشكرك. كنت معاكم من محافظه الفيوم، مراسلتكم مراسله جريده موقع اهل مصر بالفيوم هبه محروس الشاهد، لمتابعه كلمه المرشح الرئاسي فريد زهران المرشح لرئاسه الجمهوريه لعام 2024.